نعم، انا عندي القناة في اليوتيوب وكندير محتوى ديال العقارات. وبغيت نسولك بعض الأسئلة، واش ممكن تجاوبني عليهم؟ مرحبا بأي سؤال عندك بخصوص قناة اليوتيوب أو العقارات، شنو الأسئلة اللي بغيت تسولني؟ اللي بغيت نسولك هو كان لقى المشكل مع المتتابعين ديالي على حسب الغلاء اللي كاين في طنجة بزاف. كنفهمك، الغلاء في طنجة ممكن يكون تحدي كبير خصوصا في العقار، شنو بالضبط هي المشاكل اللي كتصادفها مع المتابعين؟ وش كيلوموك على الأسعار اللي كتعرض؟ ولا ما كيتفهموش الوضعية الاقتصادية؟ نعم، كيلوموني على الغلاء اللي كاين، كيقولوا لي لان الغلاء كاين بزاف طنجة، باغيين يعرفوا شنو هو السبب. هذا طبيعي، لأن الغلاء في طنجة يمكن يجي من عدة عوامل، في حال الطلب الكبير على العقارات وقلة العرض وزيادة التكاليف في البناء. يمكنك توضيح لهم أن هذه الأمور خارجة عن إرادتك، ولكن كنت تحاول توفر لهم أفضل الخيارات. شنو كتشوف الحل؟ هما راه عارفين، كاين الناس راه عارفين بان طنجه جات في واحد الموقع اللي هو استراتيجي، واصلا هما كتعجبهم طنجه بزاف، ولكن هما ما بغاوش يكون هاد الغلاء حتى الدرجه هادي، خصهم تكون شي حاجه في المتناول. تحاول تشرح لهم أن طنجة عندها مزايا كثيرة، ولكن الغلاء راه نتيجة للطلب الكبير والموقع الاستراتيجي ديالها. يمكن أيضا تقترح عليهم خيارات أخرى بحال المناطق المجاورة اللي ممكن يكون فيها أسعار أكثر تنافسية، وأيضا تشجعهم على الاستثمار في المستقبل حيث الأسعار يمكن تتغير مع الوقت. كيف كتشوف هذه الفكرة؟ نعم، انا كنقول ممكن تجي واحد الوقت يقدر يهود الثمن، ما يبقاش هذا الثمن هذا. واش ممكن زعما باقي ان شاء الله غادي تجي واحد الوقيته غادي يكون الثمن مزيان مرافق بالنسبه للناس؟ صحيح، الوقت يمكن يغير الأمور، الأسعار ممكن تتغير مع مرور الوقت، وكما كتعرف العقار ديما يعتبر استثمار على المدى الطويل. إذا كان عندك القدرة على توضيح هذه الفكرة للمتابعين، غادي يساعدهم يفهموا الوضع بشكل أفضل. وش كتفكر في تقديم معلومات أكثر حول المستقبل ديال السوق في طنجة؟ شكرا.